الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى جولة إخبارية محلية نتناول فيها أهم المستجدات على الساحة الليبية في هذه الحلقة من برنامج بلديات. اختتمت الأحد فعاليات اليوم السادس والأخير لمسابقة جامعة الرفاق الأولى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي أقيمت بمقر جامعة الرفاق للعلوم التطبيقية والإنسانية بالعاصمة طرابلس بمشاركة 80 طالبا وطالبة من كافة أنحاء البلاد. نتابع هذا التقرير. وسط أجواء إيمانية عطرة بذكر الله وبيئة قرآنية ملئت بالتنافس الشريف بين المتسابقين ظهرت فيه مهاراتهم وقراءاتهم المتميزة، اختتمت الأحد فعاليات اليوم السادس والأخير لمسابقة جامعة الرفاق الأولى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمشاركة 80 طالباً وطالبة من كافة أنحاء البلاد. العدد اللي وصلنا تقريباً تجاوز 130 متسابق، لكن اللي امتثلوا أمام اللجنة 80، والتمسنا العذر لأن المتسابقين من كافة أنحاء مدن ليبيا. يعني مبادرة طيبة أن تقام مثل هذه المسابقات القرآنية وين؟ في المواقع التعليمية لتحفيز الطلبة على إقبالهم على تعلم كتاب الله وعلى فهم يعني آياته، لأن آيات القرآن الكريم وحفظها هي فعلا أكبر دليل وأكبر طريق لمسيرة النجاح في حياتنا. بهذه المناسبة التي بدأت في 22 من شهر أكتوبر الحالي واستمرت حتى 27 من نفس الشهر، أقيم حفل تكريم تم خلاله توزيع الشهائد التقديرية على المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم والسادة المشرفين على هذه المسابقة. كما تضمن الحفل تقديم جوائز للمتفوقين المتحصلين على التراتيب الأولى. وكانت هذه المسابقة في عدة روايات، رواية الإمام قالون، رواية أهل البلد، ورواية الإمام ورش، ورواية الإمام حفص. كل المشاركات طبعا كانت من داخل ليبيا، شرقها وغربها وجنوبها. واللي يميز هذه المسابقة كانت في مشاركة من دولة مصر العربية. طبعا كان التنافس الحقيقة على أشده، وكان استمعنا للكثير من التلاوات شنفنا بها آذاننا، مما يبشر بعون الله تعالى بجيل حافظ للقرآن الكريم متقن. ويأتي هذا النشاط ضمن اهتمام وحرص الجامعة على دعم وتشجيع الأنشطة الدينية وتنمية الشعور بأهمية القرآن الكريم لدى طلبة الجامعات، والعمل على قيام الجامعة بدورها الرائد في توفير الجو المناسب لحفظ القرآن الكريم واستثمار أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله تعالى. وفي سياق دورات حفظ القرآن الكريم، نظم مركز عمر بن الخطاب لتحفيظ القرآن الكريم بغريان رحلة ترفيهية لطلبة المركز إلى مدينة غدامس، تضمنت مناشط ترفيهية وزيارات للأماكن الأثرية في المدينة. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق التقرير التالي. مساهمة وعونا لطلبة كتاب الله والحافظين لآياته وعلى خطى تعاليمه ونفحاته، نظم مركز عمر بن الخطاب لتحفيظ القرآن الكريم بغريان رحلة سياحية ترفيهية لطلاب الخلوة إلى مدينة غدامس العريقة. انطلقت الرحلة منذ ساعات الصباح الأولى عبر الحافلات التي أقلت طلبة المركز البالغ عددهم 120 طالبا. تجول الأطفال في رحلتهم بمدينة غدامس في المواقع الحضارية القديمة والمباني ذات التصميم المعماري البديع والغريب من نوعه. نتوجه بالتحية والشكر والتقدير لكل أهالي منطقة غدامس للترحاب والاستضافة وهذه المجهودات التي يبذلونها من أجل الوصول بهالمراحل من الشباب في مراكز تحفيظ القرآن الكريم للتواصل ولرفع كفاءاتهم والتقاء المشايخ والطلبة والحفاظ. تحية لكل من كان وراء هذا البرنامج وهذا المركز ومن أساتذة وإداريين
وأخوة ضيوف ومشاركين وأولياء أمور، وتحية لكل الطلاب في هذا المركز والطلاب في مدينة غدامس والإخوة في المدينة القديمة الذين أمتعونا بهذه الزيارة الجميلة اللي كانت داخل المدينة القديمة في غدامس من مناظر صراحة جميلة وأثرية قيمة تدل على الحضارة التي تنعم بها مدينة غدامس. وعلى مدار 3 أيام استمرت الرحلة إلى مدينة غدامس، صاحبها أجواء من الترفيه والمرح وتكريمات للمساهمين والمشرفين على هذه الرحلة وسط ترحيبات الأهالي وبشاشة وجوههم. ولم يغب عن الطلبة والمشرفين كذلك زيارة بيوت الله بمدينة غدامس، حيث زاروا المسجد العتيق وأدوا صلاة الجمعة فيه وتجولوا بشوارع المدينة القديمة وأزقتها. وكما لا يخفى عن مدينة غدامس فضلا عن عراقتها وقدمها في شمال إفريقيا، فهي أيضا تعتبر مليئة بالمعالم والأثار الحضارية، الأمر الذي يمكنها من أن تكون جهة سياحية بامتياز. الزيارة جاءت بدعوة من مركز الإمام ورش لتحفيظ القرآن الكريم وأحكامه، وكمبادرة لتوطيد العلاقات ومد جسور التواصل بين كلا المركزين. نظمت الجمعية الليبية لمتلازمة داون صباح الأحد ملتقاها التثقيفي الرابع لتوعية أولياء أمور المصابين والتعريف بحقوقهم وحالتهم الصحية. تواجدنا اليوم بناء على المشاركة في المحاضرة التوعوية اللي تنظمها منظمة انطلق التنمية المستدامة وحقوق الطفل، وبرعاية الجمعية الليبية متلازمة داون التي تأتي في ضمن مناشط التوعية بفئة متلازمة داون في شهر التوعية، واللي هو متعارف عليه عالميا انه هو شهر اكتوبر خاص بالتوعية بمتلازمة داون. اليوم المحاضرة كانت للتعريف بشريحة متلازمة داون واهم المشاكل اللي تواجه هذه الفئة والتعريف بحقوقهم. أقامت جمعية الأمل في الله بمصراتة معرضاً للمنتجات الصوفية والملابس والسجاد والذي كان نتاجاً لشهور من الدورات التدريبية التي استهدفت النساء المعيلات. المزيد في سياق هذا التقرير. تلك هي التشكيلات التقليدية للسجاد المصراتي الأصيل الذي كانت تنسج خيوطه الأمهات والجدات وتعكف عليه الساعات الطوال. جمعية الأمل في الله بفرع مصراتة أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث ونقله للأجيال، فمنذ عام أطلقت مشروعها لصناعة السجاد، وبدأت أولاً بجمع الآلات والمعدات المستخدمة لهذا الغرض. ولم تكن المهمة بالهينة، فقد بدأ بعض تلك المعدات في الاندثار، ثم فتحت أبوابها لاستقبال عشرات المتدربات لإتقان هذا الفن لمدة 3 أشهر، وألحقتها بدورة التسويق الإلكتروني لمساعدة المتدربات على إيجاد سوق لمنتجاتهن، لتتوج تلك المجهودات بهذا المعرض الذي ضم منسوجات وملابس حاكتها أيدي المتدربات. تقول مؤسسات الجمعية إنهن يهدفن إلى دعم النساء نفسياً واقتصادياً، خصوصاً أولئك اللاتي يعلن أبناءهن من الأرامل والمطلقات. فقد نظمت الجمعية منذ انطلاقها عقب الثورة عشرات الدورات في مجالات مختلفة كالتمريض والحاسوب واللغة الإنجليزية والخياطة والتجميل، كما استهدفت كبيرات السن بدورات محو الأمية وتعليم القرآن. فكرت في الفرش لأن حناتي كانوا يديروا فيه، وما عادش توا في حد، لا أمي الله يرحمها ولا غيرنا، ما حدش يعرف يدير الفرش من جديد. فقلت للحاجات الكبار اللي عندنا في المحو الأمية وتحفيظ القرآن، قلت لهم إيش رايكم نفتحوا فصول ندربوا البنات على تعليم الفرش، لأن خايفين الفرشة المصراتية هذه تندثر، ولا الكليم لأن هذه ثروة. فالحمد لله تجاوبن معايا السيدات وتجاوبن معانا الطالبات، ودرنا لهم حتى منح عشان نشجعوهم، منح شهرية عشان نشجعوهم.
وإلى مدينة مسلاتة، نظم بعض الأهالي وقفة احتجاجية حول القرارات التعسفية التي صدرت عن مكتب أوقاف المدينة التي نصت على عزل العديد من خطباء الجمعة بمساجد مسلاتة. فنحن أهالي منطقة مسلاتة بجميع أطيافها من مشايخ ومهندسين وأطباء وقانونيين وفلاحين وغيرهم، فأننا نواصل وقفاتنا الاحتجاجية ضد مدير مكتب أوقاف مسلاتة، وانطلاقا مما جاء في البيان السابق من إيضاحات لم يقوم به مدير مكتب أوقاف مسلاتة من تجاوزات إدارية غير مسبوقة، وذلك بنهجه بقارة الخطباء والأئمة والمدرسين بغير سند إداري صحيح متبع، وبالتواصل على ضوئه مع الجهات ذات العلاقة ووضعها في الصورة الفعلية لهذه التصرفات والتجاوزات، إلى أنه وللأسف لم يتم الاستجابة من قبل الهيئة العامة للأوقاف لكونها جهة المسؤولة بالدرجة الأولى، ولم تعتد بالكم الهائل من الرسائل الموجهة إليها بهذا الخصوص من قبل مسؤولي بلدية مسلاتة من عميد وأعضاء ومخاتري محلات وحكماء وأعياء المدينة، والذين قاموا بدورهم من واجب مسؤوليتهم وإحاطتهم بواقع مدينتهم. وعلى هذا فإننا نوجه رسائل النحو التالي: أولاً، نتأمل حكومتنا الموقرة والتي يمثلها سيادة رئيس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يكون حاضراً في هذا الموضوع، وذلك لتفاقم الوضع وعدم استجابة من الجهات المسؤولة بشكل مباشر واللا مبالاة والتمادي في التجاهل المتعمد، بل وزيادة الأمر تعقيداً وإرباكاً، آملين بوصول ندائنا لسيادتكم للتدخل بما من شأن ذرء الفتنة ولم الشمل والمحافظة على السلم الاجتماعي. عقد ببلدية تاجوراء الأحد اجتماع موسع ضم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزير الإسكان والتعمير محمد أبو بكر الغاوي ووزير الموارد المائية طارق أبو فليغا وعددا من المسؤولين بشركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء وجهاز حفر الآبار، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالبلدية على رأسهم عميد البلدية خالد الأزرق. ونوقش خلال الاجتماع المعوقات والإشكاليات التي تعترض تنفيذ عدد من المشروعات وخاصة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وأيضا الموارد المائية المعنية بتوصيل مياه النهر الصناعي إلى وسط تاجوراء، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء وصيانة ورصف بعض الطرق منها جسر البيفي والإشارات الضوئية وإنشاء المدارس. للحديث أكثر ينضم إلينا مدير مشروعات مدير المشروعات مشروعات المجلس البلدي ببلدية تاجوراء ضياء طريش. سيد ضياء، مساء الخير والسلام عليكم. بداية لو نطلع على الحملات التي تقومون بها استعدادا لفصل الشتاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، هو جاء الاجتماع موفق بإذن الله. اليوم الحاضرة كانوا زي ما تفضلت حضرتك وزير الإسكان والتعمير ووزير الحكم المحلي ووزير الموارد المائية ومجموعة من المسؤولين ورؤساء الأجهزة، وطبعا ناقشنا مشكلة تاجوراء بصفة عامة المياه، يعني مشكلة المياه، وطرحنا مجموعة من المشاريع اللي ما بينها وعلى رأسها يعني مشكلة اللاجون بكيفية حلول جذرية لهذه المشكلة اللي تعاني منها يعني تاجوراء، وتعاني منها فئة كبيرة من الناس، ومشكلة مياه الأمطار. والحمد لله في بالنسبة لموضوع النهر الصناعي توصيل كخط ناقل، بدأت فعليا الشركة بالتنفيذ المخارج، وفترة من فترة بإذن الله يكون الفترة لا مش 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 بعيدة، يعني بدأ فعليا في التركيب. طيب طبعا سيد ضياء، في اليومين الماضيين جرى اجتماع وزاري، لو نتحدث عن ما دار في هذا الاجتماع. نتحدث اوكي تمام. عندنا طبعا تحدثنا هي لمجموعه من الاجهزه اللي هي ما بينها جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق والمشروعات المكلفه بها اللي راسها يعني تحت ادارتها اداره الموارد المائيه اللي هي النهر زي ما قلت الاول،
توصيلها وكيفية توصيلها ودراسة وتصميم توصيلها للمنازل، وفي نفس الوقت حتى هي خطوط تصريف مياه الأمطار، تصريف الصرف الصحي لمدينة تجورة، وبديل الحمد لله التصاميم بإذن الله ماشي الأمور يعني كويسة الحمد لله. وعندنا مشكلة في التجمع. إذن حسب ما فهمنا من الخبر أنه تم طرح المشكلات التي تعاني منها بلدية تجورة كلها. بالضبط الحمد لله. المشكلات اللي هي اللي على رأسها إحنا عندنا الأولويات لتصريف مياه الأمطار ومياه تصريف مياه الأمطار ومياه النهر الاثنين. طيب. هناك موضوع الأرض التي تم تخصيصها للسفارات، ماذا تم حولها؟ بالنسبة للأرض التخصيص طبعا الأجهزة اللي كانت حاضر الأجهزة تنفيذية من هيش علاقة بالأجهزة التنفيذية اللي هي زي جهاز الإسكان ومرافق ومصلحة الطرق والجسور ووزير الإسكان والتعمير ووزير الحكم المحلي ووزارة الموارد المائية. يعني الأجهزة ما أظنش إن لهم علاقة بالأمور التنفيذية بالأمور الأملاك والأمور السياسية هذه تقريبا. إذن لم يتم مناقشة هذه القضية؟ لا، لم يتم مناقشة هذه القضية. يعني المناقشة كانت عليه تنفيذ المشروع على العموم. كانت رئاسة الحكومة مواعدتنا بتنفيذها أو الخطوات وين وصلنا في مراحل التنفيذ في هذه المشروعات اللي هي مشروعات الطرق، مشروعات الجسور، مشروعات المياه، مشروعات تصريف مياه الأمطار، مشروعات تصريف مياه الصرف الصحي، والمشاريع اللي نحاولوا كيف نقيموها أو نفعلوها أو البدء الفعلي في تنفيذ هذه المشروعات. نعم. ضياء طريش المدير المشروعات المجلس البلدي بتجوراء كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تعاني بلدية سباعة منذ سنين طويلة مشاكل في البنية التحتية وخاصة شبكة الصرف الصحي التي أعيت أهالي البلدية. عن هذه المشكلة نتابع هذا التقرير. تعاني بعض الأحياء السكنية ببلدية سباعة من تهالك شبكة مياه الصرف الصحي داخل البلدية. هذه المعاناة امتدت على مر السنوات الماضية، حيث جدد الأهالي مناشداتهم للجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء هذه المأساة التي أرقت عيشهم وأجبرت الكثيرين على المغادرة. طبعا الصرف الصحي اللي بجنب الأحياس اللي بجنبنا هذه ما داروا لهاش الرأي، لتوا قاعدين احنا أكثر ناس نعانوا من الصرف الصحي المنطقة هذه. ما فيش عميد البلدية ولا حياته من تنادي، ما في حد من يشاف هذا الموضوع. قصدي هجم علينا دود في فترة اللي فاتت شيء لا يوصف. قصدي ما في حد ولا واحد يجوا يشفطوا في الحجاك الصرف الصحي وما في حد من يدورنا. وجود برك المياه السوداء داخل الأحياء الآهلة بالسكان قد عرض الأهالي للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الخطيرة، ناهيك من الروائح الكريهة المنبعثة التي تسيطر على المكان. بخصوص مشاكل الصرف الصحي اللي تعاني منها المنطقة اليوم لها أكثر من 40 سنة، وبالخصوص الأمراض والوشواشة والمعاناة، شو بنحكي لك الواحد يعني الأطفال اللي يلعبوا هادو ما عادش عارفنا كيف الواحد يشد الأطفال هادو يشدهم يربطهم في الحوش. سبحان الله الوشواشة، ما الجراثيم الرايحة، والمشكلة إن ما فيش حد التفت للموضوع هذا اليوم ليه أكثر من 40 سنة. وإحنا والله بنشتو الناس المعنية، الناس اللي تسمع صوت الناس الكادحة الموجوعة هذه من تسبب الأمراض. مشهد مأساوي لا يمكن تحمله أو السكوت عليه، يعيشه كل الأهالي هنا في هذه المناطق الذين عانوا الويلات من تهالك شبكة الصرف الصحي وهم ينتظرون تدخل الجهات المعنية. ومعنا حول ذلك الحديث أكثر الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم. سيد محمد مساء الخير،
إذن كما تابعت يعني المشاكل حول المياه والصرف الصحي، وليس بلدية سبيعة فقط، هناك بلديات أخرى أيضا كما تعلم، هل هناك ما قمتم به خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء؟ طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية مسائية طيبة لك المتميز المتألق وقناتك الموقرة، وطبعا هذا أول لقاء كمكتب علامة وتوعية. حياكم الله شيخ العام ينصر الصحة بقناة التناصح. طبعا نشكركم على الاستضافة. طبعا مشكلة الوقت برنامج البلديات وقت قصير، يعني البراح لو نبو البراح نبو براح وقت طويل، يعني نعرفه بالشركة، الشركة العامة المياه والصرف الصحي شركة عامة ليبية مملوكة للدولة الليبية، مهام اختصاصاتها تشغيل وصيانة ما هو قائم في الشبكة العامة مع وضع الحلول المؤقتة لحين استكمال البنى التحتية من قبل جهات الاختصاص. طبعا لاحظت ومشاهد التقرير حاليا وانا معك على الهاتف، يعني في بعض المسؤوليات تحمل الشركة العامة المياه والصرف الصحي، وهي طبعا مهام الشركة تشغيل وصيانة ما هو قائم بالشبكة العامة. موضوع عدم استحداث واستكمال وتطوير تاية البنى التحتية مشغول جهات أخرى ليست للشركة، بس احنا المواطن الكريم يعرف ان شعار الشركة العامة المياه والصرف الصحي نعم لخدمة الوطن والمواطن في كل ربوع بلادي الغالية ليبيا. الحمد لله الشركة بعيدة عن كل التوجهات السياسية، ولأن لله ولخدمة الوطن والمواطن رغم قلة الإمكانيات المقدمة للشركة، لأن الشركة أخي الفاضل مصنفة شركة تجارية خدمية. طيب سيد كريم، ما الذي يعيق إصلاح المشاكل مثلا بلدية سبيعة على سبيل المثال، ما الذي يعيق إصلاح المشاكل التي ذكرت الآن في التقرير؟ طبعا مدينة سبيعة، منطقة سبيعة أو غيرها من مدن ليبيا، وإحنا أنت طبعا ما سواء بلدية سبيعة كعميد بلدية أو أشخاص من بلدية سبيعة يعرفوا ما تقدم شركة مياه الصرف الصحي لهم ولكل أهلنا وناسنا في كل ربوع ليبيا. إحنا طبعا الشركة على مستوى ليبيا طبعا قبل كل شيء. منطقة سبيعة تعاني زي ما قلت لك حتى هي عدم استكمال البنى التحتية من قبل جهات الاقتصاد، في نفس الوقت عدم استكمالها في المنطقة الجنوبية وغيرها من مدن ليبيا. مدينة الكفرة كنا في زيارة فيها المدة الماضية حتى هي لعدم استكمال البنى التحتية، وإن شاء الله تكون الأولويات في بشكل عاجل التدخل لحل مختنقات مياه المحطات ومحطات الصرف الصحي للنهوض بهذا المرفق الحي الحساس بإذن الله تعالى. ألو؟ طيب. ألو؟ إذن يعني هل هناك من رسالة توجهها سيد كريم باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مثلا للمسؤولين للحكومة في البلد؟ أهالينا وناسنا يعرفوا ما تقدمه شركة مياه الصرف الصحي، وبإذن الله تعالى كل سقوط غير النافع في المناطق التي لا توجد بها بنى تحتية راح يكون فيه بإذن الله تعالى راح يكون فيه فرق الموجودة لشرفة مياه الأمطار بهذه الطرقات العامة. طبعا أخي كريم، المنظومة التي توجد بها بنى تحتية في مدن ليبيا حاليا يتم التعامل معها، اليوم لنا 75 يوم نشتغلوا في حمل التنظيف وتاية منظومة مياه الأمطار، بالإضافة ل وضح بعض الحلول المؤقتة لحين استكمال البنى التحتية من جهات الاختصاص. طبعا ناهيك على موضوع السرقة اللي يأثر طبعا أكيد في الشبكة الموجودة حاليا، لأن عدم استكمال منظومة تصريف مياه الأمطار وعدم وسرقة في الطريق العام تسبب في مشاكل عديدة. ناهيك على المواطنين اللي قايمين بالربط العشوائي على منظومة تصريف مياه الأمطار باستعمالها لمنازلهم أو سيارات الأبار السوداء اللي هي تفرغ في الطرقات العامة، سبب في امتداد في المنظومة الموجودة. هي منظومة طبعا أخي كريم رأي، المنظومة ما هيش حديثة المنشأ، المنظومة من ستينيات القرن الموجودة، يعني عندها عمر افتراضي معين. احنا نتكلم فيه في 2022 العالم في مجال المياه والصرف الصحي. نعم. ألو، شكرا لك، الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. وصفت بعاصمة الأشراف في ليبيا وكإحدى واحات الجفرة، فإنها تشتهر بإنتاج أنواع مختلفة من التمور، حاربت القذافي في عهده وشارك أبناؤها في الجهاد ضد الطليان. تفاصيل أكثر عن مدينة ودان في فقرتنا التالية.
ومشاهدينا في ختام هذه الحلقة من برنامج بلديات أحييكم وأشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. Ooh.